صراحة أنا بحب كتير نالي كريم، ممثلة نالي كريم، ودايما بحب هيك شوف لها أعمالها. فمؤخرا شفت إنه كان عندها مسلسل بيعمل متوش بميروي، متوش وشفت كتير من المقاطع لأنه كتير بلاقيها ممثلة رائعة وعندها هيك خفة دم وكتير قريبة على القلب. وتعرفت عليها بس رحنا على مصر على فكرة، و she was very sweet، وكتير استقبلتنا بشكل رائع. وحتى بتذكر انه ليلة الحفلة هيك بعثت لي ورود، ومن وقتها تركنا هيك، بعدنا in contact يعني from time to time هيك نحكي مع بعض. فشفت لها هيك مقاطع كتير مهضومة، فعلا كتير قريبة على القلب. في احمد ابو اليزيد بيقول انه هبه طوجي بتحب الزلابيه. ايه احمد كتير. زميلنا. يعني بكل مرة بروح فيه على مصر بقول له لأحمد بدك تأمن لي محل اكل فيه زلابية، كتير بحب. شاركي معايا في حاجه. أكيد يعني إذا الناس والمسلسل حبيتهم واقتنعت فيهم أكيد، بالعكس يعني بتمنى هذا الشيء. وبس كله يعني حسب العمل، حسب العمل. وبحب إنه أشارك مع نيلي كريم بشي عمل. يعني احنا نتمنى ان نشوفك طبعا هبه طاجي ونيلي كريم في عمل واحد، ده اكيد هيكسر الدنيا. نيلي اصلا اوريدي رمضان ده وميت وش كسر الدنيا، يعني حقق نجاح كبير جدا، وشفنا نيلي في شكل مختلف تماما عن كل رمضان السنين اللي فاتت، وصلحتنا الحمد لله من اللي كانت بتعمله فينا في رمضانات اللي قبل كده. صح. انا على فكره انه كمان تبعت لها اخر مره مسلسل لاعلى سعر، وكانت فيه فعلا يعني رائعه، اداء رائع، جدا فاكيد بحييها. اختار انت الشخص، وطبعا اختار الرساله اللي انت عايز تقولها له. بختار اليسا عظيمه يا اليسا. اكيد. بدي اكيد بارك لها على اغنيتها الجديده قهوه الماضي، كتير حلوه. دايما اليسا بتقدم اعمال رائعه، وانا بحبها كتير شخصيا وفنيا، وكتير بتعجبني شخصيتها، وكتير هيك بتضيف من الايجابيه، وشخصيتها بتمنح كتير من القوه، هيك بحسها بترمز لهيك امرأة قوية ومتصالحة مع نفسها، وهذا الشيء كتير بحبه فيها. وهي من الأشخاص اللي دايما كل ما نازل عمل جديد أو بتفرجي دعم، بتفرجي كمية حب كبيرة. واليوم بشكل خاص يعني من بعد ما نزلت طلعت يا محلى نورها باركت لي وأبدت إعجابها، فبلا ثانك يو. إن شاء الله دايما بالنجاح ونضلنا مفتخرين فيها، وبحبها كتير.